لاخونا زكريا الزبيدي وهو مربوط على كرسي وظهره ملفوف ورا ورجليه كمان مربوطين. يعني بلشوا لنا انه زكريا نقلوه على المستشفى مرتين. بس الغريب بقى والملفت للنظر يا جماعه اللي نادي الاسير الفلسطيني طلع وصرح تصريح غريب جدا لزكريا اللي هناك اتصاوب وجهه. والسؤال هنا تحديدا يا جماعه ايه اللي يخلينا نصدق صدق الروايه دي من عدمها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما نيجي نبص على الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في ال 24 ساعه اللي فاتوا هنلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن وفاة اخونا زكريا الزبيدي احد اخواتنا الفلسطينيين اللي هربوا من سجن جلبوع الاسرائيلي. لحد هنا والامور ماشي، لكن اللي مش ماشي بقى واللي عايزين نقف عنده ونتكلم مع حضراتكم فيه شويه هو مين اللي يقدر يجزم اذا كان اخونا فعلا زكريا الزبيدي انتقل الى رحمه الله او لا؟ سؤال محتاج اجابه وهنجاوب عليه مع حضراتكم في حلقه النهارده. سؤال تاني برضو هنجاوب مع حضراتكم فيه في حلقه النهارده، ايه حكايه الصوره المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي لاخونا زكريا الزبيدي وهو قاعد على كرسي وتاني ظهره لورا وايديه ورجليه الاثنين مقيدين، وهل الصوره دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ وايه الهدف من نشر صوره زي دي؟ برضو ده سؤال محتاج اجابه وهنجاوب عليه مع حضراتكم في حلقه النهارده. سؤال اخير وهنجاوب عليه مع حضراتكم في حلقه النهارده برضو، هو ايه رد فعل اسره زكريا الزبيدي بعد ما سمعت الاخبار دي؟ وهل فعلا يا جماعه زكريا الزبيدي انتقل الى رحمه الله ولا لا؟ وايه رد محامي زكريا الزبيدي على كل الاخبار المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كل التفاصيل اللي بقولها لحضراتكم دي هنتكلم فيها في حلقه النهارده. بس قبل ما نتكلم بطلب من حضراتكم وكل واحد بيشوفني دلوقتي يدعي لاخواتنا لربنا ينصرهم، لان ببساطه كده يا جماعه اخواتنا اللي اتقبض عليهم بيمروا بظروف صعبه جدا، فيا ريت حضراتكم كلكم تدعوا لهم ان ربنا ينصرهم، ويا ريت كل اخ واخت بيتفرجوا على مقطع الفيديو ده ينزلوا يدوسوا لايك ويكتبوا كومنت ويشاركوه على قد ما يقدر، لان الكلام اللي هقوله لحضراتكم في حلقه النهارده ممكن ما تسمعوهوش في اي مكان تاني على مواقع التواصل الاجتماعي. كل التفاصيل اللي قلتها لحضراتكم دي هنتكلم فيها في حلقه النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انت اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول خبر واهم خبر حابب اتكلم مع حضراتكم فيه وهو هل فعلا اخونا زكريا الزبيدي انتقل الى رحمه الله ولا الخبر ده مجرد اشاعه؟ ومين اللي المفروض يجاوبنا على سؤال زي ده؟ عشان نعرف اجابه السؤال ده يا جماعه لازم الاول نرجع لتصريحات قوات الامن الاسرائيليه. قوات الامن الاسرائيليه صرحت وقالت اللي بالفعل اخونا زكريا الزبيدي كان بيمر بظروف صحيه صعبه جدا، وكان المتبع او المعروف اللي هو يتم نقله لمستشفى لتلقي العلاج، لكن للاسف قوات الامن الاسرائيليه قالت لي هي ما نقلتش اخونا زكريا الزبيدي وانه مازال قيد التحقيق معه. والسؤال هنا تحديدا يا جماعه ايه اللي يخلينا نصدق صدق الروايه دي من عدمها؟ مش وارد جدا فعلا يكون اخونا انتقل الى رحمه الله وقوات الامن الاسرائيليه مش عايزه تعمل بلبله فقالت ان الخبر ده غير صحيح وما صرحتش بيه، في حين ان اخو زكريا الزبيدي طلع امبارح وصرح تصريحات غريبه جدا وكنت عرضتها على حضراتكم في حلقه امبارح عشان اطمنكم على اخونا زكريا الزبيدي. تعال نشوف جزء صغير كده من اللي قاله اخو زكريا الزبيدي ونرجع نتكلم مع حضراتكم تاني. طيب انباء كثيره صارت وكله يعني كلها متضاربه ببعضها، يعني بلشوا لنا انه زكريا نقلوه على المستشفى مرتين، قابلها نفسه القاضي يعني قال احنا عرضنا زكريا على اطباء، بلغوا المحامي انه عرضنا زكريا على طبيب، طبعا غير الكلمتين هذول ما اعطوش تفاصيل. بعديها صارت تجينا تلفونات واخبار انه زكريا وضعه الصحي صعب زي ما حضراتكم شفتوا كده، ده جزء صغير من اللي قاله اخو زكريا الزبيدي، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده احتماليه ان اخونا زكريا الزبيدي يكون انتقل الى رحمه الله وارد تكون صح وارد تكون غلط، وخصوصا للتصريحات او التاكيدات كلها من قوات الامن الاسرائيليه. طب ايه حكايه الصوره المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي لاخونا زكريا الزبيدي وهو مربوط على كرسي وظهره ملفوف ورا ورجليه كمان مربوطين، وهل الصوره دي حقيقيه ولا لا؟ لما نيجي نبص للصوره يا جماعه هنلاقي الصوره اللي موجوده دي مش صوره اخونا زكريا الزبيدي. طب الصوره دي ايه اللي طلعها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ببساطه كده يا جماعه هروب اخواتنا من سجن جلبوع الاسرائيلي بمثابه فضيحه لقوات الامن الاسرائيليه، فعايزين يغطوا على الفضيحه دي باي شكل. بدأوا يقولوا ان في قوات اسمها قوات الممر وهي اللي جابت اخواتنا وقبضت عليهم، وبعد كده بدأت صور زي دي تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يبعتوا رساله لكل الناس اللي اي حد هيفكر يعمل زيهم هيبقى ده مصيره. وعلشان اكون صريح مع حضراتكم يا جماعه، قوات الامن الاسرائيليه كل اللي بتعمله في اخواتنا ده مجرد ثأر للكرامه،
هم بيثأروا لكرامتهم. كل اللي بيحصل ده ما هو إلا شو إعلامي عشان يغطوا على الفضيحة الأساسية وهي الهروب والاختراق الأمني اللي حصل جوه السجن. فلما باجي أتكلم مع حضراتكم في النقطة دي تحديداً، أي خبر ممكن قوات الأمن الإسرائيلية تيجي تقوله لكم ما تتأكدوش من الخبر ده. يعني لما قوات الأمن الإسرائيلية تطلع تقول لكم لأخونا زكريا الزبيدي بصحة جيدة ولكن ما زال قيد التحقيق معاه، فالكلام ده لازم يبقى فيه شك، لأن يا جماعة مصدر أخبارنا هنا هي قوات الأمن الإسرائيلية. بس الغريب بقى والملفت للنظر يا جماعة، اللي نادي الأسير الفلسطيني طلع وصرح تصريح غريب جدا، طلع وقال نفس الكلام اللي قالته مين؟ مصلحة السجون الإسرائيلية. طلع وقال اللي بالفعل أخونا زكريا الزبيدي ما زال مقبوض عليه من قوات الأمن الإسرائيلية، وقال الجملة غريبة جدا يا جماعة كنت عايز أشاركها مع حضراتكم تحديدا في الحلقة بتاعت النهاردة. قالت إن المعيار اللي بتقول عليه قوات الأمن الإسرائيلية إن هو سليم، إن الشخص ده ما زال على قيد الحياة. يعني معنى كده إيه؟ إن أخونا زكريا الزبيدي وارد جدا يكون متكسر من كتر الضرب اللي حصل له. علشان كده قبل ما أبدأ حلقة النهاردة تحديدا يا جماعة، طلبت من حضراتكم كل الناس اللي بتتفرج عليا تدعي لاخواتنا اللي تم القبض عليهم، لان بيمروا بظروف صعبه جدا فعلا يا جماعه. والغريب كمان والملفت للنظر يا جماعه، اللي محامي زكريا الزبيدي طلع وقال ان حاله زكريا الزبيدي سيئه جدا. زكريا الزبيدي كيف حكى القاضي انه بوقت اعتقاله صار نوع من المواجهه بينه وبين لزكريا اللي هناك تصاوب وجهه، كان في فحص مرتين راح على فحص. زي ما حضراتكم شفتوا كده، دي تصريحات محامي زكريا الزبيدي والأسرة اللي تم القبض عليهم. يعني انت كل ده بتحكي لنا اخبار، ما قلتلناش اخونا زكريا الزبيدي عايش ولا مش عايش. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، اللي يقدر يجاوب على السؤال ده هو قوات الامن الاسرائيلية نفسها، لان هي اللي متحفظة على زكريا الزبيدي. واعتقد ان لو اخونا زكريا الزبيدي انتقل الى رحمة الله والمعلومة دي تحديدا صحيحة، فاعتقد القوات الامن الاسرائيليه مش هتصرح التصريحات دي في الوقت ده خالص، مش هتفتح جبهات جديده عليها. وعن كل الاخبار بقى المنتشره على السوشيال ميديا عن الوفاء او لا، فالخبر لحد وقتنا ده يا جماعه ما تاكدش. انا شاركت مع حضراتكم رايي وحللت الموقف او الصوره كامله، ووارد الكلام ده يكون صح ووارد يكون غلط، بس خلينا متفقين في الاول وفي الاخر اللي قوات الامن الاسرائيليه كل اللي بتعمله ده زي ما قلت لحضراتكم ما هو الا ثأر لكرامتهم، لان ببساطه كده اتفضحوا في وسط العالم. فحياة بطل زي زكريا الزبيدي مش هتفرق قوي معاهم. وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد وقتنا ده، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، هل فعلا اخونا زكريا الزبيدي انتقل الى رحمة الله وقوات الامن الاسرائيلية مش عايزة تصرح بتصريح زي ده؟ ايه رأي حضراتكم في الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يقال اللي هي لاخونا زكريا الزبيدي من داخل احد السجون الاسرائيلية؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.